بعد الحرب العالمية الثانية زاد توجه كثير من المهتمين في التاريخ لجمع التحف واللوحات الفنية، ووصلت أسعارها في بعض الأحيان لمئات الملايين من الدولارات. ومع تطور التقنيات حولنا أصبح هناك سهولة في الحصول على نسخ من أي عمل فني، فالأغاني سابقا كانت تصدر كأسطوانات يجمعها المهتمون في الموسيقى، واليوم انتقل الأمر ليكون تطبيق في جيب المستخدمين. يا ترى هل فقد الفن أو القطع الفنية قيمتها بسبب هذا الأمر؟ اليوم أنت تستطيع تعليق لوحة طبق الأصل من الموناليزا في بيتك، ولكن بالتأكيد هي لا تحمل قيمة حقيقية كاللوحة الموجودة في اللوفر. اليوم كثير من الأعمال تكتب وتصمم في فضاء الإنترنت. كيف أستطيع الحصول على النص الأصلي الذي كتب فيه كتاب مثل سلسلة Game of Thrones؟ الكل يستطيع الحصول على نسخة في جهازه، ولكن هل أستطيع أن أحصل على الملف الأصلي الذي كتبه الكاتب؟ الإجابة نعم. التقنية هذه تحمل اسم NFT، وهي تقنية أتاحت لصاحب صورة هذه القطة المرسومة بيعها ب$19,000. الصورة هذه تستطيع أن تحصل عليها بكل سهولة وحتى طباعتها، ولكن هناك شخص واحد في العالم يملك النسخة الأصلية لهذا الملف. باختصار وبعيداً عن التعقيدات التقنية، الـ NFT هي تقنية تستخدم ما يسمى بالبلوك تشين لتسجيل أصل الملفات الإلكترونية. البلوك تشين كما شرحناها سابقاً هي قاعدة بيانات غير مركزية، وتتميز بأنه من الصعب للغاية اختراقها بسبب عدم وجودها فعلياً في مكان ما. العملات الرقمية مثل البيتكوين تستخدم البلوك تشين لتسجيل عمليات البيع والشراء، وهذا الذي يجعل من العملات الرقمية آمنة للغاية. الـ NFT بالمقابل تسجل باستخدام البلوك تشين الملفات ومن يملك النسخة الأصلية. تقنية البلوك تشين تساهم بشكل كبير في الإجراءات الحكومية لتحديد مسار أي مستند، وهذا الذي تتجه له حكومات المستقبل. لنعود لصورة القطة هذه، هناك فنان قام برسم هذه الصورة في جهازه وقام بتسجيل الملف الأصلي في البلوك تشين، ثم عرض الملف الأصلي للبيع وبيع بمبلغ $19,000. نفس الأمر تستطيع أن تقيسه على أي محتوى في الإنترنت. فأنا مثلا أستطيع بيع أول حلقة من ورق لأني أملك الملف الأصلي للحلقة، بل أن رئيس تويتر جاك دوري باع أول تغريدة كتبت في تويتر بمبلغ $2.5 مليون. هذه التقنية أثارت انتباه عاشقو جمع المقتنيات، فبدأ البعض بتحديد أسعار لمحتوى يجدونه يملك قيمة فعلية. فهناك شخص مثلا قدر قيمة لتغريدة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أعلن فيها عن مشروع الأمل للوصول للمريخ بما يقارب $12,000. تقنية الـ NFT خلال أشهر غيرت نظرة الكثير للمحتوى الذي يقدم في الإنترنت. أيضاً هذه التقنية فتحت المجال لصناع المحتوى للحصول على قيمة فعلية لمحتواهم. مثلاً عالم الأغاني تغير كثيراً بدخول الإنترنت للبيوت، أصبح بيع شريط أو أسطوانة أمر من الماضي، وأيضاً فتح الإنترنت المجال للحصول على الأغاني بشكل غير قانوني. هذا الأمر أضر بعالم الموسيقى حتى تم إيجاد شكل مقبول لبيع الأغاني في الإنترنت بظهور الآيتونز. اليوم بوجود تقنية الـ NFT تستطيع أن تحصل على النسخ الأصلية لأغنية معينة، طبعاً بثمن غالي جداً. التقنية أتاحت ظهور ما يسمى بالكريبتو آرت، وهو شيء موازي للعملات الرقمية، فن رقمي يباع عن طريق الإنترنت، ولا يحصل على القطعة الفنية سوى شخص واحد وهو يملك الأصل، والفضل هنا يعود للبلوكتشين. طبعاً ستسأل الآن عن كيف تستطيع عرض محتواك للبيع عبر هذه التقنية. حالياً هناك مواقع في الإنترنت تقدم هذه الخدمة، مواقع تتيح لك تسجيل محتواك في فضاء البلوكتشين، ومنه تستطيع بيع النسخة الأصلية الوحيدة منه. وأحد هذه المواقع موقع OpenSea، ولكن فتح المجال لكل الأشخاص إضافة محتواهم فتح المجال لكثير من المحتوى غير المفيد ليدخل السوق. فأنت لو دخلت أي من هذه المواقع ستجد ملفات سخيفة وبأسعار متدنية جدا. وهنا كانت الحاجة لظهور مواقع أخرى تقدم بضائع لها قيمة حقيقية، فظهرت مواقع مثل نفتي جيتوي والسوبر رير، والتي تتحكم شيئا ما بالمحتوى. بل أن مؤسسة كريستي المتخصصة بالمزادات الدولية تعاقدت مع بعض الفنانين لبيع محتواهم التقني. لنجد هذه الصورة مثلا وصل سعرها اليوم لأكثر من $13 مليون. بعض المواقع التي تقدم هذه الخدمة تطلب من المستخدم دفع رسوم الاشتراك بالعملات الرقمية،
وبالتحديد عملات الإيثر، ولا تنتهي علاقة الفنان مع المنتج الذي يبيعه بمجرد البيع، ولكنه يحصل على نسبة من أي مبيعات مستقبلية لهذا المحتوى. لنفرض أننا عرضنا الحلقة الأولى من ورق للبيع ب$10، فلو باع صاحب الملف الأصلي الحلقة ب$1000 بعد ذلك، فسنحصل نحن أصحاب الملف الأصليين على نسبة من هذه العملية قد تصل ل10%، وهذا يغير بشكل كامل من عالم الفن والمقتنيات. فأصحاب المحتوى اليوم لديهم فرصة للحصول على دخل حقيقي من مقتنياتهم، لكن المشكلة هنا أن هذه التقنية والمواقع التي تعمل عليها تتعامل بشكل حصري بالعملات الرقمية، وهذا الذي يجعل التسجيل في هذه الخدمات اليوم غالي، ولكن قد يتغير هذا بتغير أسعار العملات. وطبعاً السؤال الذي يصل لذهن كل من يشاهد الحلقة، هل هذه التقنية ستتيح لي بيع محتواي بسهولة؟ وهل هي عملية مربحة؟ الفكرة هي ليس السؤال عن مدى جدوى التقنية، ولكن هل أنت تملك محتوى له جمهور لديهم حب التملك للنسخة الأصلية من هذا المحتوى؟ لوغان بول يوتيوبر الأمريكي استطاع بيع بعض محتواه التقني ب$5 مليون. ما رأيك بهذه التقنية؟ وهل ترى بأنها ستغير من نظرتنا للمحتوى الإلكتروني مستقبلاً؟ شاركنا بالتعليقات ونشر الفيديو لتعم الفائدة. إذا عجبك محتوى ادعمنا من خلال الاشتراك.